اتهمت صحيفة واشنطن فري بيكن المختصة بالأمن القومي الأمريكي، اتهمت النظام القطري بأنه من الأنظمة الإرهابية والقمعية فيما يتعلق بسجل حقوق النساء. والمزيد معك عبد العزيز. نعم هبة، إذن شنت صحيفة واشنطن فري بيكن هجوما حادا على النظام القطري بسبب حدث تقيمه مجلة فورين بوليسي برعاية النظام ويتعلق بشؤون المرأة. وقالت الصحيفة في تقريرها إنه من المقرر أن تنظم مجلة فورين بوليسي حدثا يسلط الضوء على إنجازات قطر في حقوق المرأة، مما يثير تساؤلات حول شراكة المجلة مع بلد يمول الإرهاب. وقد تم ذكر هذا البلد على أنه من بين أبرز منتهكي حقوق الإنسان في العالم. ويضيف التقرير أن الحدث يغذي الأسئلة حول العلاقة المالية التي تربط المجلة مع دولة أنفقت المليارات لتسويق النفوذ في جميع أنحاء واشنطن وللتلاعب بالمؤسسات الأمريكية. وتبع التقرير بالقول إن قطر هي واحدة من أكبر حلفاء النظام الإيراني، وكانت محور خلافات متعددة حول قرصنة حسابات المنتقدين الأمريكيين لسلوكها وغيرهم من أطلقوا صافرة الإنذار للتنبه لتمويل الدوحة للجماعات الإرهابية الإقليمية. وأثارت الصحيفة تساؤلات حول الشراكة بين النظام القطري والمجلة، وحول ما إذا كانت المجلة قادرة عن التحدث بحرية في هذه المواضيع خلال الحدث، أو فقط تردد ما يريده النظام القطري.